في البداية سيد أليكسي، يعد مشروع الضبع النووي من أكبر المشروعات ليس في مصر فقط بل في المنطقة بأكملها. هناك أيضا شراكة مصرية روسية حقيقية في هذا المشروع الضخم. لو تحدثنا عن آخر التطورات في المشروع، وأيضا كيف تميزت الشراكة بين القاهرة وموسكو لإنشاء هذا الصرح العملاق؟ طبعا لا يمكننا بلا أدنى شك أن نقيم حجم وأهمية مثل هذا المشروع الضخم، تشييد محطة الضبع النووية، لأن تشييد 4 مفاعلات نووية في محطة واحدة يعتبر من أضخم المشروعات، ليس فقط في مصر ولكن أيضا في العالم. يعتبر هذا المشروع قاطرة للعلاقات المصرية الروسية في مجال الطاقة بوجه عام، ولذلك هناك اهتمام كبير من قادة البلدين بهذا المشروع، وليس فقط من قادة البلدين ولكن من جميع أنحاء العالم. نقوم الآن بتنفيذ أعمال التشييد في وحدات الطاقة رقم 1 و2 و3، وكما طبعا تواردت الأخبار عن الاحتفالية التي قمنا بتنظيمها الأسبوع الماضي، وهي كانت احتفالا بالصبة الخرسانية الأولى في وحدة الطاقة رقم 4. حضر هذه الاحتفالية والحدث الهام الكثير من الضيوف، وتشرفنا بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس فلاديمير بوتين، مما يشير أو يؤكد على أهمية هذا المشروع. وكيف قرأتم مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل صب الهيكل الخرساني لوضع أساسات المفاعل النووي 4 والأخير بمحطة الضبع النووية، واهتمامه بإلقاء كلمة عبرت عن مدى العلاقة القوية بين مصر وروسيا؟ طبعا وبلا شك إن مشاركة الرؤساء في مثل هذا الحدث الهام تعكس الأهمية الكبرى لهذا المشروع بالنسبة للجانبين وبالنسبة لدولتينا. بالتأكيد وقد بين ذلك أو وضح ذلك أن العمل المشترك بين الجانبين المصري والروسي في تشييد محطة الضبع النووية على أعلى مستوى، وهذا ما تم عكسه أو ما سمعناه في كلمتي رئيسينا. الرئيس فلاديمير بوتين مهتم جدا بهذا المشروع منذ أن تم توقيع الاتفاقية الحكومية بين الدولتين عام 2015، ثم دخول عقود التشييد في الحيز التنفيذ 2017. أنا كنت سعيد جدا عندما سمعت الرئيس فلاديمير بوتين يتحدث في هذه الاحتفالية، وكانت كلمة مفعمة بالحيوية والود، وإجمالا كانت مشاركة الرئيسين من الجانب المصري والروسي بالنسبة لنا دافعا كبيرا في تنفيذ المشروع. أود أيضا أن أكمل أنني كنت معجبا جدا وانبهرت حقا بالعلاقة ما بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين عندما ألقيا كلمتهما، لأن ذلك يعكس ليس فقط علاقة الود والاحترام المتبادل والشراكة ما بين شخصي الرئيسين ولكن بين دولتينا، وذلك وكما تعلمون أن الشراكة المصرية الروسية هي شراكة نشطة منذ سنوات عدة، وخير دليل على ذلك تشييد السد العالي في القرن الماضي. ومهم جدا أن روسيا ومصر يكمل هذه الشراكة وهما دولتان صديقتان. وبالنسبة لمصر، أنا أعلم جيدا أن بناء أو تشييد محطة الضبع النووية بالنسبة لمصر كان حلما، وإن شاء الله سوف يتحقق قريبا.